السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عامل ايه؟ رب تكونوا بخير. اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. النهاردة هنشتغل مع بعض كوفية بخيط ستوك، كتلته جميلة قوي، يعني عامل زي الهيمالايا. انا هشتغله، هو فتلته رفيعة فهشتغله بإبرة ألمونيوم مقاس 3.5، تمام. غرزتنا بسيطة قوي وسهلة قوي للمبتدئين، فهنقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة الكوفية بتاعتي انا عايزاها العرض بتاعها يبقى 15 سنتي، فهشتغل سلاسل اهو كده بطول 15، يعني اشتغل السلاسل وبعد ما اشتغلها اعمل ايه؟ امسك المزورة واقيس الطول بتاعي، وصلت لل15 خلاص هكتفي. طبعا انتي براحتك، هي الكوفية اللون بصراحة يمشي رجالي وحريمي، هو كده اوف وايت، في درجة كده البيبي بلو بس مش عارفة باينة في الكاميرا ولا لأ، زي النقشة كده. فانا هشتغل كده سلاسل لحد ما اوصل بالسلاسل لطول 15 سنتي. ورجعت لكم حبايبي، انا قست السلاسل بتاعتي لقيتها بالظبط 15 سنتي. انتي لو تشتغلي بخيط سميك شوية وابرة كبيرة ممكن تقللي في عدد السنتيات، لان الشغل بيفرد معاكي وانتي شغالة، يعني احتمال ممكن تزيد معايا 16 سنتي بعد ما اخلص شغل خلاص. فانا اشتغلت سلاسل بطول 15 سنتي بالظبط. طيب غرزتنا زي ما قلنا سهلة قوي، بس في تكاية بتفرق معاكي من يعني بتفرق من 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 شغل لشغل، اللي هي الحرف بتاع الكوفية. ساعات بنلاقيه بيعمل كده وبيبقى شكله مش لطيف خالص، فعشان تتفادي المشكلة دي هنعمل ايه؟ هنرتفع سلسلة ارتفاع خلاص. احنا نشتغل اول سطر نص عمود، ان احنا بنلف لفة على الابرة بس، مش هنشتغل بقى في الغرزة في عدلتها، لا احنا هنلف كده مع بعض ورا اهو. بصوا معايا، شايفين السلسلة اللي في النص دي؟ هي دي اللي هندخل فيها. طب ارجع تاني لورا كده، ما ننساش ان دي ارتفاع، يبقى هدخل في الايه؟ الغرزة اللي بعدها اللي هي دي، فلف لفة على الابرة. هتبقى بس ايه؟ رخمة معاكم في الاول بس بعد كده هتبقى كويس. بصوا اهو دخلت فيها، اسحب واعمل غرزة النص عمود تاني اللي بعدها، هتلاقوها بقى هي نفسها بتتعدل وبتظهر لكم على طول. هي يعني خطوة يعني هتفرق معاك كتير في الشغل، بالذات لو العميل اهو. بصوا زي ايه؟ الشوكة، ظهر السمكة، بصوا زي العظم كده. يبقى احنا بناخد ايه؟ يبقى بنشقلب كده، احنا عندنا اهو الفرونت لوب والايه والباك لوب، لا احنا بنلف السلسله بتاعتنا وبنشتغل على ايه؟ الحلقه اللي في النص اللي في الظهر. براحتك، مش عايزه تعملي الخطوه دي انت حره، بس هتفرق معاكي كتير في الشغل. الف لفه وادخل هنا اهو كده واسحب، دي غرزه ايه زي ما اتفقنا؟ النص عمود اهو. هتخلي اول الكوفيه زي اخرها اهو خلاص. يا رب تكون وضحت الحته ديت. عارفة بقى لو ما عملتيش الخطوة دي تحسي ان هنا خفيفة جدا، فبتبقى شكلها مش لطيف خالص، وتخلي الكوفية تفضل تلولو منك كده، بتبقى مش حلوة. فخلص انا اول سطر نص عمود بالحركة ديت وهرجع لكم. ورجعت لكم حبايبي في اول سطر، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا نبص من هنا نلاقي شكل السلسلة الحلقتين وفي نفس الوقت الناحية التانية، تمام؟ صدقوني هتفرق كتير معاكم. غرزتنا زي ما اتفقنا سهلة قوي وبسيطة، هي السطر بيتكون من غرزتين، هنرتفع سلسلة ونلف الشغل معانا. هنبدأ أول غرزة معانا بنص عمود، أنزل عامل نص عمود. خدي بالك بلاش تشد ايدك في الكوفيات بالذات خلاص، عشان متحسيش انها متشنكة معاكي. يبقى أول غرزة عملناها نص عمود. تاني غرزة هندخل ونعمل منزلقة. المنزلقة ازاي؟ بسحب الخيط واسحبه كمان من الحلقة اللي على الابرة، تمام. تاني اللي بعدها ايه؟ نص عمود، ادخل واسحب معايا تلات حلقات، الف واطلع من التلاتة مع بعض. اللي بعدها منزلقة، ادخل واسحب واطلع من على الابرة بمنزلقة.
عملت صحيح شال جميل قوي بخيط رمش العين حريمي، جميل جدا، وبشوفوه على القناة. دي نص عمود. طبعا الغرزة بتبان بقى، يعني دي نص عمود، انما اللي تحتها كده فاضي شوية، دي المنزلقة نص عمود منزلق وهكذا. يبقى احنا دي عاملينها نص عمود، يبقى اللي بعدها تبقى منزلقة، اللي بعدها هتبقى نص عمود اهو، اللي بعدها منزلقة. اللي مش عارف الغرز الاساسية هيلاقيها موجودة على القناة، كل الغرز بتاعت الكروشيه معظمها. تمام، ادي ايه نص عمود، اللي بعدها منزلق، اللي بعدها نص عمود وهكذا. هخلص السطر وارجع لكم عشان نشوف هنبدا السطر الجديد ازاي. ورجعت لكم حبايبي، انا بدات معاكم السطر بنص عمود ونهيته بنص عمود. ممكن عدد الغرز معاك انت تبداي بنص عمود وتنتهي بمنزلق، مفيش مشكله. انا بدات بنص عمود ونهيت بنص عمود حسب عدد الغرز بتاعتك. هرتفع سلسله والف الشغل. طيب انا نهيت بايه؟ بنص عمود. لا، يبقى هبدا بمنزلقه، اسحب كده واطلع بمنزلقه، اللي بعدها نص عمود هعملها ايه، اللي بعدها منزلقه سوري، هعملها نص عمود اهو، اللي بعدها منزلقه، يبقى بنخلف. تمام، ها اللي بعدها نص عمود، اللي بعدها منزلقه، اللي بعدها نص عمود. طبعا اللي ايديهم اخده في الشغل واضح قدامك النص عمود من النص عمود من المنزلقه. تمام اهو بالشكل ده كده اهو، نص عمود منزلقه، يبقى بنخلف. اللي نص عمود بنعملها منزلقه، والمنزلقه بنعملها ايه؟ نص عمود. خلاص تمام اهو بالشكل ده. دي اخر واحده عملنا منزلقه، نعمل نص عمود. تمام اهو منزلقه نص عمود. شكل الغرزه تحفه جدا، وبالذات ان هي غرزه مقفوله بتبقى جميله جدا في الكوفيات. خلاص طبعا هتبان معاكوا اكتر كل ما نطلع ونرتفع بالقصر. بصي شكلها من الظهر مش هتبان طبعا زي ما اتفقنا، هتبان اكتر لما نرتفع ان شاء الله بالقصر. يبقى اتفقنا حبايبي ان احنا كل سطر بنخلف. انا هنا بدات بالمنزلقه صح، هنهي بمنزلقه، هرتفع سلسله، والسطر اللي بعده هبقى بايه؟ بنص عمود. وهفضل كده رايح جاي رايح جاي لحد ما اوصل للطوب بتاعي الرجالي حسب المطلوب، حسب ما لو اوردر هيقولك عايزة طويلة. ساعات بتوصل لمترين، ان في بيحبوا يلفوها مرتين على الرقبة، وفي اللي 160 170، الطول اللي انت عايزاه. خلاص يبقى العرض الرجالي الاحسن والافضل انها تبقى 15 سنتي. هكمل شغل بالطريقه دي ان شاء الله، واخلص الكوفيه واوريكم الايه الفينش النهائي. ما تنسوش يا حبايبي في اللايك، ولو ما اشتركتيش اشتركي عشان تشجعيني ويوصلك كل الاشعارات باذن الله.